اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بنرحب ببطلات السوبر المصري. برحب بدينا عمرو كابتن الفريق واحد نجمات الفريق. اهلا بك يا دينا. اهلا بيك كوتش هيثم. برحب طبعا بثريا محمد، زي ما بيقولوا طبعا كليوباترا النيل، واحد اهم اللاعبات المصريات دلوقتي على الساحه، والحقيقه اللي ليها دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي بالبطولات اللي فاتت. اهلا بيك يا ثريا. اهلا بيك كابتن هيثم. يمكن اول مره تشرفينا في الابطال، يمكن جيتي كابتنات الاهلي قبل كده بس ما ظبطتش معانا تكوني معانا في الابطال. دي حقيقه، دي اول مره فعلا. ثريا الف مبروك. الاداء الفرق كبير جدا، يعني 62-64 اداء مميز، اداء راقي. يعني كلمينا عن بدايه السنه دي، رؤيتكم للسنه، هل ماشيه كويس؟ دي ثالث بطوله ليكم. قبل ما اخش في المباراه وظروفها، كلمينا عن الموسم، رؤيتك للموسم كبطولات، واحنا ماشيين ازاي؟ والله احنا الموسم ككل من الاول خالص بدانا ببطوله المرتبط، دي كانت اول حاجه عندنا. لا، القاهره الاول. بطوله بس المنطقه بتاعت السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت بالظبط. يعني دي كانت حاجه مؤجله من السنه اللي فاتت لعبناها، والحمد لله قدرنا ان احنا كنا خلاص واصلين ماتش الفاينل على طول مع الجزيره، كسبنا وكان فرق سكور كبير. كابتن علي كان مركز معانا في الاول، والجهاز الفني كله كان مركز على الاربع بطولات، ولو في خمسه اللي هي افريقيا ان شاء الله ان احنا ناخدهم. بس ماشيين ستيب باي ستيب، بطوله بطوله. اول بطوله عندنا كانت المرتبط، الحمد لله عدينا منها يعني بسهوله، وطبعا كل ماتش كان يعتبر فاينل بصراحه. ال16 حتى المرتبط بتاعنا اكيد مكسبهم كان بيزود لنا، بيدخلنا الماتش مطمنين اكتر طبعا. حتى هم مكسبهم لاتنين سبورتنج، احنا كنا خايفين، لا اصل كورونا، اصل بي سي ار، عملنا بي سي ار قبلها بيوم قبل الماتش، فكان الموضوع فعلا مقلق. لعبنا سبورتنج، وحتى هم خرجوا بنت في نص التسخين عندها كورونا بوزيتيف، فطلعت بره، فاحنا كملنا الماتش، ولا عادي ما نخسرش حاجه، عايزين نكمل زي ما احنا. كملنا فعلا وكسبنا الماتشين، خلصنا المرتبط. وانس ان احنا خدنا المرتبط، عدى خلاص بطوله ونسيناها. جينا بعدها على طول ماتشات الكاس، وصلنا هو سيمي فاينل للكاس مع هليوبلس، ودلوقتي بطوله السوبر. كانت اول بطوله بصراحه تتعمل، واول بطوله ليا مع النادي الاهلي، حاجه اول بطوله سيدات سوبر في التاريخ، وكمان صحيح. مع النادي الاهلي، ويمكن كان مع نادي كبير زي نادي هليوبلس، مع مدرب زي كابتن ايهاب الالفي، يعني هو كمان حافظنا، واحنا عارفين احنا تعرفين طريقه بعض يعني بنلعب ازاي، فيمكن ده كان صعبها علينا. خلاص خدنا بطوله السوبر الحمد لله، عديناها نسيناها. جاي دلوقتي بعد كده كاس مصر ودوري بقى السوبر الكبير بقى اللي هو فيه ماتشات كتير، فلازم ان احنا نركز فيهم كلهم. خلاص يعني عدى بطولتين، فاضل بطولتين، ولو في افريقيا كمان. انا بصراحه شايفه ان بالظبط، وشايفه كمان ان التدعيمات اللي احنا جبناها بصراحه، مجلس الاداره دعمنا على قد ما يقدر، ومفيش حاجه بصراحه كابتن علي قال عليها صفقات السنه دي بالظبط يعني كتير، ومحترفه على اعلى مستوى دبليو ام بي اي، وهي بصراحه يعني مش لعيبه انانيه، عايزه تلعب الكل. لو هي بتقول لنا حتى لو انا فاضيه ما تدونيش، فهي مش بتدور، ما عندهاش الانا خالص، فهي عندها انكار ذات وعايزه تلعب الناس كلها، وكله يجيب وكله يبقى فرحان. وده فعلا اللي حصل امبارح لما كل واحده فينا نزلت في التايم بتاعها، أدت على قد ما تقدر، عملت سكور، كل واحدة فينا نجمة في مكانها. صحيح. وده فعلا اللي حصل امبارح، وكل واحدة فينا أدت أحسن حاجة عندها، وكانت عايزة يبقى يكون ليها بصمة في الفاينل. أكيد، وألف مبروك. الحقيقة الدنيا باينة والشغل باين بصراحة. ميرسي، الله يبارك فيك. وروحكم الجميلة باينة، وأنتم مفرحينا يعني ما شاء الله كل البطولات دي. يمكن كمان دينا كابتن فريق، أنت عليك عبء اثنين بقى. عبء إيه؟ العبء الأول أنت لاعبة ولازم تأدي، العبء الثاني لازم تبقى عينك على فرقتك والروح، ولو حد زعلان بتجيبيه، حد مش مبسوط، حد متضايق، حد عنده مشكلة. فبتهيألي بقى الموضوع عليه حمل كبير عليك. هو اكيد طبعا، واكيد ده طبعا كان حصل الفتره اللي فاتت على فترات متباعده شويه، لان احنا كان ما بين ماتش سبورتنج اللي هو بتاع فاينل الدوري مرتبط وماتش السوبر ده قعدنا فتره. بس بصراحه كل الناس حطت ورا ظهرها كل ده، كنا كله بيجي التمرين بيتمرن خلاص، ومش فارق معاه اي حاجه تانية، لحد ما وصلنا ماتش السوبر ده. وحتى احنا في التسخين كذا حد اتكلم وقال ان احنا يا جماعه حتى لو حد زعلان من حاجه نرمي كل ده على جنب، لان هو ماتش ببطوله. صح. بس ماتش واحد يعني نكسبه خلاص، نكسب نبقى ابطال السوبر لاول مره بالنسبه لنا كسيدات. وبالفعل ده فعلا اللي كان حصل يعني. وحتى دينا يعني انا لسه بقول لك قبل الفاصل، انا معايا الاحصائيات بتاعه المباراه، بالرغم ان انت ما شاء الله يعني لعبتي مشاركه 10 دقائق بس، تقييمك في المباراه عالي جدا، وحاطه يعني الايفالويشن بتاعك او الافشنسي عالي. فبقول لك انت عليك عبء كبير يعني، انت بصراحه يعني انا من زمان وانت عارفه ان انا بيعجبني ادائك وبيعجبني روحك وبيعجبني اسلوبك في قياده الفرقه بصراحه. فبس خلينا اتكلم انه طيب، هنتكلم اللي فات فات يعني. أكيد. انا مش لسه هخش في ديتيلز المباراه. أوكي. والحاجات دي، بس احنا بناخد اوفر فيو كده على احنا فاضل لنا بطولتين ان شاء الله، الدوري السوبر اللي هو طبعا الاهم والاكبر واللي هو اكيد طبعا، وكاس مصر.
وفي بطوله افريقيا اللي اعرفه ان شاء الله نهائي في شهر مارس، بس هو الخلاف بس مين هينظمها. بس ان شاء الله ايا كان مين هينظمها احنا مشتركين. طب انت شايفه اللي فاضل قد ايه، وشايفه الفرقه هل هي وصلت التوب فورم بتاعها ولا لسه احنا رايحين للتوب فورم؟ لا بصراحه لسه شويه كمان يعني لسه، لان برضو احنا ما وصلناش ان احنا عملنا الاحتكاك مع الناس وهي كلها كامله يعني. مثلا صحيح. يعني حتى معظم الفرق احنا لعبناها الفتره دي كان كلها ناس مصابه او ناس عندها كورونا او ناس كده، فاحنا ما وصلناش. وحتى احنا كمان فرقتنا بالظبط ما اتجمعناش غير من قريب جدا، ولسه الناس كانت راجعه من تاهيل، كذا حد كان راجع من تاهيل. فانا متهيالي من وجهه نظري ان احنا لسه قدامنا ممكن شويه كمان، ممكن يعني لما نخش في الجد. ايوه بالظبط كده، على فاينل الدوري مثلا باذن الله او كده، او حتى الكاس ان شاء الله نبقى الفول سكواد بتاعنا كله يبقى كامل. طيب خلي بالك مش بس يبقى الفول سكواد كامل، بيبقى الحاله الفنيه مش بس، ما ممكن يبقى لعيب لسه راجع من الاصابه ومش جاهز. مش جاهز بالظبط. الحاله الفنيه انت شايفه ان ده كافي؟ ان يعني الفترات خلي بالك تقريبا الدوري هيقف شهر عشان الرجال بالظبط. فالفتره دي هتبقى مساعداني، هل مثلا نور علي طلعت تلحق ترجع؟ والله هي نور دلوقتي شغاله في فتره التاهيل بتاعها وباذن لا لا خلاص، ونزلت التراك وتاهيل وكل حاجه يعني خلاص هي. طب بتفرد كوعها خلي بالك العلاج الطبيعي، انا نفسي اتصبت في ايدي فعارف الموضوع عامل ازاي. لا هي بتحسن كبير باذن الله يعني الحمد لله، طبعا ربنا طمنا عليها اول حاجه، وان شاء الله في اقرب وقت تبقى معانا تاني، لان احنا كلنا مستنيين بصراحه وجودها. ممكن تكون رجعت طبعا يا رب ان شاء الله. طب انتوا شايفين حالتها يعني؟ خلي بالك برضو لعيب لما بيتصاب، انا نفسي ممكن ابقى زايد في الوزن شويه، ببقى مثلا نفسي مش هي بصراحه بتبذل دلوقتي قصارى جهدها ان هي ترجع فورمه زي ما كانت. بصراحه برضو احنا كلعيبه عندنا ثقه في نور عاليه جدا بصراحه، من غير اي حاجه طبعا. زي ما هي كده بحلوها وبحشها، هي كده جميله واكله مش واكله مش واكله احنا بالنسبه لنا. بس المهم ان هي ترجع تبقى معانا في اول ماتش تاني باذن الله. طب مين تاني زي نور يعني؟ هي نور كانت مصابه، يمكن مين تاني مصابه؟ كان في برضو نادين سلعاوي ومية حلوه ونادين ياسر. نادين رجعت خلاص، واخده افضل لعيبه في المباراه امبارح صح ولا غلطان؟ في الستاتس الفرق ما بينه وبين سوكا باسكت. انا بصيت على باسكت يعني حتى الافشنسي قريب جدا والسكور قريب جدا، هو 22 نقطه 18 يعني فرق. لا انا مش قصدي سكور، انا قصدي ان في كاس شفت نادين شايلاه امبارح. انت عارفه طبعا احنا مش يعني ما كناش بنزعل المباراه، فما كناش عارفين قوي. لا لا ده كان مرتبط ده كان صوره قديمه اصلا في اسماعيليه، ما كانش امبارح في الشرقيه. لا انا قصدي اقول ان نادين حالتها الفنيه بقت كويسه يعني حالتها الفنيه بقت كويسه. لا لا كويسه. وما هي حلوه رجعت رجعت برده تمام، كانت معانا امبارح. ونادين ياسر ابو الفتوح كان كورونا ورجعت الحمد لله برده معانا دلوقتي. كده احنا الفرقه كلها كامله متكامله، ناقصنا نور باذن الله ان شاء الله. برضو عايز اقف عند المحترفه شويه، يمكن كايلا من المحترفات القليلين في مصر في المستوى اللي انا قلت يعني عشان الاقي لاعب بيحط له حاجه و40 بونت وحاجه و50 بونت، دي مش بشوفهاش كتير والارقام دي ما بنسمعهاش. بس الاجمل منها روحها يعني، انا لما بكون قاعد في الصاله بشوفها بتهزر وبتهزر معاك وبتهزر مع الكوتشات وبتهزر، روحها حلوه جدا جدا يعني. بيتهيألي دي من افضل الاجانب اللي جت روحهم كده. بصراحه كمان حتى لما بتبقى بتلعب وحش او مش موفقه يعني من النوع اللي بيعاتب نفسه بطريقه مش طبيعيه. بتوفقش زينا برضو كده؟ لا لا ده بجد هي امبارح تعتبر ما كانتش موفقه خالص، مع انها جايبه 20 بوينت بس مضيعه كتير يعني جدا. 20 بوينت الحكم كمان حسب عليها 3 فاول في اول الشوط. 3 فاول اتحسبوا ازاي؟ انا شفت الفاول ولا اي فاول؟ هي ما هي جسمانيه جامده، فالناس بتحسب ان ده فاول بس حاجه، بس هو مش فورسنج، هي هتخش بلاي ميكر هيقع، ما ده طبيعي بالظبط، ما حدش بيقدر يقف قدامها اصلا. في فاول بزياده شويه، كان في فاول انا حسيته ان هو، فهي حست ان هي بالعكس هي دخلت كمان كتير، دخلت كذا كوره، هي دخلت كمان كذا كوره ما اتحسبلهاش، فهي برضو اتضايقت. تركز انا ليه ما بيتصفش؟ خلي بالك برضو الامريكان نوعا ما بيبقى عندهم حته ان هم تريجرنج يعني، ايه اول ما بيحصل حاجه بتلاقيه بيتعصب بسرعه. لا لا بس هي لا هي من النوع اللي بيلم نفسها صراحه، خدت بالي كده تقف وتسكت شويه، انفعالاتها لنفسها مش بتبين ممكن لينا احنا. هي بتقعد مع مين في الاوضه؟ لا لوحدها. واحده بتقعد لوحدها بس اغلب الوقت قاعده معايا انا ودينا يعني، هي بتقعد لوحدها في النوم. في النوم بس انما في الوقت قاعده معاكم في الاوضه، قاعده معانا في الاوضه عادي وهزار وضحك. لا هي جميله جدا ويعني وده باين في الملعب كمان يعني، هي بجد والله فعلا من المحترفات القليلين اللي انا شفتهم او لعبت معاهم اللي فعلا عندها انكار ذات فعلا. اللي هو انا مش كل كره تديها لي فعلا. في ماتش في الاسماعيليه كنا اغلب الفرقه كلنا كنا فعلا وحشين يعني، مفيش حد بيجيب وهي بس اللي كانت بتجيب. ومثلا كابتن علي كان بيقول لنا ننزل لها عشان هي فاضيه، فهي بتقول يا جماعه انا لو مش فاضيه ما تدونيش العبوا. انا اول مره اشوف لاعب اجنبي يعمل كده يعني. انا كنت غالبا انا كنت اغلب اوقاتي يمكن كنت بقعد مع الاجانب يعني في كل المعسكرات يعني معسكراتي كان الاجانب كنت بقعد معاهم.
فالاجانب ليهم طقوس معينه كده وحاجات. هي كده بقت يعني قبل الماتش بتشغل اغاني صوت عالي جدا بتصال في دماغها نازله التسخين بالهيدفونز بتاعتها ملهاش دعوه بحد في حالها. بس كل الاجانب كده يعني. طب خلينا اتكلم معاكم شويه فنيا. يمكن ماتش هليوبلس يعني طبعا فرقه محترمه وكل حاجه، ولكن احنا بنتكلم باسكت بول يعني فرق المستوى وفرق الاستاتس اللي انا شايفها. يمكن هم احسن بنت عندهم المحترفه جايبه 20 بونت. انتوا اكيد وانتوا نازلين المباراه اكيد قلتوا لبعض حاجه يعني برضو، بس خلي بالك انت لو لعبت على مستوى الفرقه اللي قدامك هننجر ليهم بالظبط، ممكن تلعب وحش بالظبط. انا هلعب على انت ثريا يعني ما شاء الله انت مستواكي كويس وماشيه كويس ومنتخب مصر و3 على 3 حاجه يعني تشرف. اكيد انت جواكي بتقول نفسك حاجه، لا انا هنزل العب بمستواي ماليش دعوه بالفرقه اللي قصادي. هل ده فعلا بيحصل ولا انت بيبقى ليكي حسابات معينه تانية؟ خالص، انا فعلا ما بنزل الماتش ما بقولش انا هلعب على مستوى الفرقه اللي قدامي مع احترامي لكل الفرق. ما فيش مجهودك مثلا خالص خالص. انا فعلا يعني حتى احنا في الماتش نفسنا لما كان سكور، حتى انا فاكره ما بين الكورترين كان 39 29 بالظبط، 10 كان 10 بونت. احنا 10 بونت ده قليل ولا حاجه بالظبط. احنا ننزل نحط عليهم 10 بونت كمان ساعتها تبتدي تبقى مرتاح. صحيح. وتحافظ على 20 تلعب لحد ال 24 ثانية وافضل حد في الملعب نديله الكورة. شوية انا بحس انت جد قوي ما شاء الله يعني، هقول لك على حاجة دي. لا والله انا مش جد. لا 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 يا كابتن هيثم بالله عليك بس ما تقولش كده. دي أكتر واحدة تعباني. لا أقول لك لا مش هزار. والله ما بهزر. لا بس أقول لك على حاجة، هي سيريس. أنا أقول لك هي في سيريس في شغلها. وأنا بشوفها في التمرين، أنا ببقى قاعد في الصالة أقول لك بس. بالظبط. اسمعي بس. وبشوفها بتتمرن بكل يعني، ممكن تروح تشوط مركزة قوي وبتشوط بتركيز وبتاع ومفيش ابتسامة مفيش ضحكة. فهي انا بحس بقعد فعلا اتضايق من نفسي لما بضيع، حتى لما بضيع في التمرين يعني بقعد طب انا ليه بضيع، بقعد بقى دماغي تسوحني طب انا ليه بضيع في التمرين، طب انا لو ضيعت لا لازم اشوط الشوطه اللي هتجيلي في التمرين. يمكن بركز اكتر، حاسه ان سيتويشن التمرين هو سيتويشن الماتش. طب دعنا تعبه دينا ليه طيب يعني يعني مثلا تقول لي النهارده هنلبس تيشيرت تسخين السوداء، فانا اقول لها دينا بتتغسل، طب ما انا مش هجيبها من الغساله. غيري انت يعني. طب ما ده طبيعي يعني دينا. تيشيرتات الورمنج اب شيتس مثلا احنا بنبقى في الماتش، او مثلا لو عاملين تيشيرت عشان التمرين سرايه في التيشيرت بتاعتك، لا انا كالعاده نسيها ضاعت اسدتها لحد من الجمهور اصلي. طب انا مالي انا مالي طب انا مالي يعني. فدايما هي الجاكيت معاكي يا سرايه؟ لا مثلا في ساعه التصوير كنا بنتصور السنه دي فوتو سيشن كده الاهلي باسكتبول كان عامل، دينا قالت احنا هنلبس تيشيرت الاحمر التيشيرت اللعب عادي. انا لبست بتاعت اول سنه لما جيت الاهلي، انا فاكره انها واحده بس. لا ده الله يكون في عونك حضرتك. ساعات بلاقيها جايه لي احنا قايلين حاجه حمراء جايبه تيشرت نادي الصيد يعني ده مش طبيعي برضو. الموضوع هيطول بدل، عايز اعرف التفاصيل دي بس خلينا لان الجمهور ما يعرفش طبعا الحاجات دي بتبقى جميله. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا مع سوبر او سيدات سوبر السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومن ثواني خلصت مباراه كره اليد طبعا بفوز الدنمارك فرق جون بعد ضربات الجزاء. الحقيقه مباراه يعني يعني النادي الاهلي او المنتخب مصر لا يستحق الهزيمه يعني. للاسف انا دايما بحترم طبعا النتيجه في الاخر، ولكن الولاد تعبوا جدا جدا جدا، وده بطل عالم، والحقيقه كنا نستحق التاهل. ولكن هارد لك لمنتخب مصر، انتوا ابطال وفي نظرنا كانكم خدتوا كاس العالم. ومين اللي خد احسن لاعب يا جماعه؟ علي زين خد احسن لاعب في المباراه بالرغم من يعني ان هو جه لاخر ضربه جزاء. ولكن يعني انا عايز اقول لكم ان احنا لا يمكن ابدا نقدر نحمل علي زين مسؤوليه المباراه نهائي. وده الكلام اللي قلته عن الجمال في بدايه الحلقه. يمكن دينا ماتش كره اليد كنا هنبقى مبسوطين جدا لو كنا صعدنا بصراحه يعني. بس خلاص قدر الله ما شاء فعل. هي مش قد عليهم بالذات، وزينا في الباسكت برضو زي برضو ماتش امبارح بصراحه. محدش قصد ان هو يضيع. انا من وجهه نظري يعني المتواضعه بصراحه، انا مش شايفه ان الجمال عليه عبء يعني. هو ده توفيق وربنا مش رايد. وزي علي زين بالظبط بالظبط يعني. ايا كان ممكن كان مين اللي نزل كان ممكن برضو يتحط في نفس الوضع بالظبط. انا مش شايفه ان احنا لازم نحمل اللاعب النتيجه، هو خلاص ده توفيق من عند ربنا وخلاص. ربنا واثبت لك بقى صح الكلام اللي انا قلته في اول حلقه عن الجمال، وان انا مش بدافع عنه يعني عشان شخصه، ولكن مدافع عن مبدا اللي جلى النهارده احمد الاحمر وعلي زين. بالظبط يعني بالظبط. اللي جلى دلوقتي احمد الاحمر وعلي زين ان هم نجوم المنتخب واللي المفروض خبره، ولكن ده بيحصل. انا قصدي اقول ان هم ما قصروش، ولو كانوا يقدروا يجيبوها كانوا هيجيبوها. صح. وما فيش حد قصد انه يضيع كوره يعني. صحيح. وكوره وكورتين هيكسبوا الماتش. ده يعني فاضل ثانيه وده ماتش سوبر يعني، لو جبتها يبقى اسمك انت اللي جبت السوبر للنادي يعني. فاللي هو اكيد بس هو يعني قدر الله ما شاء فعل بصراحه. محدش هيفتكر اللي بيحصل في الماتش كله. انا عايز اقول لك حاجه، الناس مش بتبقى عارفه ان الوقت ده بيبقى صعب. صحيح. يا جماعه الناس لازم تبقى فاهمه انه كمان هو كان قاعد فتره كبيره قوي بره، مش سخن مش بيلعب.
بالظبط. بس اقول لك على الحاجه دي بقى معلش، كان ممكن الكوتش يقول له تعالى جمال شوت، يقول لك لا انا مش هشوت. بس دي كانت هتبقى هو نزل من نفسه برضه. اعتقد انا عدت الفيديو. لا لا طبعا اكيد الكوتش قال له انا قصدي يعني هو يعني ما حدش ضغط عليه بالظبط. بس قصدي اقول اللي دخله الكوتش، بس كنت ممكن اعمل ايه انا كلاعب اقول له لا كوتش انا ما. بس دي هتبقى خيانه أكيد. لما يقول لك بعد اصابه سيف وان انت الكوتش يحط فيك ثقتك وتقول له لا مش قادر، فهو هو ولد مش خاين، ولد تصدى للرميتين بالعكس، احنا لازم نربط على ايده ونقول له هارد لك عشان ما نخسروش. صح. يعني العقل بيقول كده صراحه برضه. هو لسه اللي جاي اكتر يعني، لسه في الدوري ولسه في الكاس يعني خلاص. يعني اقول لك على حاجه انا يعني طبعا مع احترامي للبطوله دي، والبطوله دي هايله وكل حاجه وليها تقدير والاحترام، ولكن يعني انا بعتبر مباراه السوبر دي ماتش يعني زي الكاس بالظبط. بالظبط مش اللي هو نوك اوت خسرت بره. لا بس الكاس بتلعب 7-8 ماتشات ده هو ماتش، فاذا المباراه مش نهايه المطاف. ده حقيقه. وخلي بالك احنا امبارح عمر طارق ما لعبناش بيه 3 شوط 4 شوط يعني اتصاب ما لعبناش بيه. عندك برضو امبارح في 3-4 لعيبه من عواميد الفرقه ما كانتش متوفقه. في الاتحاد السكندري كان اسماعيل احمد ما بيلعبش، بس قصدي اقول انه مع غياب اسماعيل احمد شايفين الفرقه برضو كويسه بالظبط، يعني ما تاثرتش. فيعني معلش انا طلعت معاكم على الرجال شويه لان انا مش عايز احمل لا لا يعني الشوطين كان ممكن يشوطوا يعني في اي وقت تاني غير في الاخر. مش عايزين نحمل يعني طاقه او نحمل اللاعب اكتر من حقه. طيب اكيد برضو كمان حتى على مدار الماتش كان في غلطات كتيره جدا، هي صحيح. مش غلطه التو شوتس ولا غلطه الجمال ولا غلطه صحيح. انه صحيح. احنا الماتش وصل ان هو بوينت في الاخر، احنا كامل. بالعكس ده احنا كنا ليد، احنا صحيح. في الاول السكور كان 7 وفرق يعني 7-2 وكنا ليد طول الجيم في فتره، بس هم اللي قربوا كده. بس بالعكس يمكن هي لو كان في غلطات بسيطه هي اللي لو كانت ما حصلتش مثلا بالظبط كان ممكن نكسب. وده وارد طبعا يا دين. طب خلينا ما ينفعش نتكلم عن سوبر السيدات، وطبعا الانجاز الكبير ثالث بطوله في الموسم الحقيقه يحصل عليها النادي الاهلي سيدات، وما يكونش معانا المدير الفني الكابتن علي هاشم عبر الهاتف. كابتن علي اهلا بيك. يا كابتن سهرت ايه انت نايم ولا ايه صحتك؟ لا لا والله كنت بتفرج على ماتش الهاند بول. ما انت متضايق زينا معلش، بس يعني نقول لهم هارد لك، هم عملوا اللي عليهم يا كابتن. عملوا اللي عليهم صحيح. كابتن علي يعني الف مليون مبروك. الله يبارك. الاداء احلى طبعا، يعني النتيجه المكسب جميل ولكن الاداء رائع. تحب تقول ايه لعيباتك يا كابتن اللي معانا في الاستوديو؟ بمسي بس على ثريا ودينا طبعا، وبتبارك لهم طبعا طول امبارح، عملوا جيم كويس الحمد لله وجيم محترم ضد فرقة كويسة طبعا وفرقة محترمة بطل الكاس. أدينا كويس الحمد لله دفاعيا وهجوميا، ودي زي ما قلت لهم دي يعني بداية البطولتين الأهم بقى إن شاء الله بإذن الله، السوبر وكاس مصر إن شاء الله بإذن الله. كابتن علي أنت يعني أنت بتصعب عليا جدا يا كابتن والله في الماتشات، وحياة ربنا يعني أنا إمبارح شفتك ضربت سبرنت ولا واحد عنده 20 سنة على اللاين ولا كايلة. ولا كايلة يعني كايلة ما بتضربش السبرنت بتاعك ده يا كابتن، يعني الله يكون في عونك. بس يعني انت بتبقى شايل حمل كبير جدا وتبقى عامل حسابات لكل حاجه، يعني هون على نفسك الحمد لله يا كابتن. الحمد لله يا كابتن الحمد لله. طب كلمنا عن اللي جاي يا كابتن، ورؤيتك للي جاي ايه، وطمن جماهير النادي الاهلي. يمكن اطمنا من اللاعبات، عايزين نطمن منك برضو عن القادم باذن الله. احنا هنبدا ان شاء الله يوم الاثنين دوري السوبر، هنبدا الثمانية، هنبدا الاول رايح جاي الاول، وبعد كده هنرتب، وبعد كده الاول والثامن، فخلاص ما فيش وقت يعني. هنلعب يومين في الاسبوع، اثنين جمعه اثنين جمعه اثنين جمعه، بس اعتقد ان شاء الله الفرقه باذن الله باذن الله هتبان بقى، او يعني هنبدا تبان ملامحها زي جيم امبارح كده. يعني الفرقه يعني فرقه النادي الاهلي السنه دي كانت محتاجه جيمات كتير، يعني الناس جداد وناس داخلين مع بعض وعايز اقول لك انت يعني احنا لسه لحد دلوقتي ما كملناش. صحيح صحيح يعني لحد دلوقتي لسه شهر واحد هو لسه عندك. طب يا كابتن عندك توقف عشان المنتخب ممكن تلحق؟ مش عارف المنتخب والله امتى يا كابتن. الناس بتقول في ثلاثة، الناس بتقول ويندو لسه، فاحتمال لو نظمناه احنا هيبقى في 6 او في 8، فمش عارف لسه بالظبط امتى التوقيت يعني. طب وخلي بالك برضو ممكن يبقى عندك بطولة افريقيا في مارس، يعني قصدي اقول لك ان برضو اللي جاي لسه تقيل ما شاء الله عن اللي فات يعني. طبعا لسه 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 بدري جدا، واهم ثلاث بطولات في السيزون هم الاهم ان شاء الله. متهيألي يعني ان شاء الله يا كابتن لو ربنا كرمنا باذن الله يعني وخدنا بطوله افريقيا تبقى المره الاولى في التاريخ، يمكن احنا ما خدناش البطوله دي قبل كده. يا رب يا رب. بس يعني هون على نفسك يا كابتن بامانه، انت يعني بتصعب عليا جدا يا كابتن علي والله، يعني انت بتبقى يعني بتتعرض لضغوط يعني شديده جدا جدا، بس انت عشان عايز تكسب يعني، انت عايز تأدي اداء كويس ومكسب يعني يا كابتن. طيب اللاعبات المصابات اخبارهم ايه يا كابتن؟ يعني انا عرفت ان نور بدات تتعد. نور بدات يعني ان شاء الله اسبوع تبقى معانا. نادينا وشفتوح بدات، بس هي كانت لسه راجعه من كورونا وبتاع، فبادئه معانا بقى لها حوالي 10 ايام، هتبدا تخش ان شاء الله واحده واحده في الماتشات الجايه باذن الله. اتمنى بس يعني اتمنى عوده نور لعيبه مؤثره ولعيبه
تقيله، فهتفرق معانا جامد جدا ان شاء الله. ان شاء الله ترجع بالسلامه، والف مليون مبروك كابتن علي هاشم المدير. ربنا يخليك يا كابتن. المدير الفني طبعا للفريق الاول لكره السله سيدات، بشكرك شكرا جزيلا ليك. الحقيقه يعني بيبقى شعور حلو جدا لما تلاقي نفسك ان انت يعني بطوله بتاخدها وبتقلب وتروح اللي بعده. فانا يعني بديكوا نصيحه كده، يعني معرفش انتوا حاسين بيه ولا لا، ما تفرطوش في البطوله. يعني عايزين كده. يعني مش عارف الشعور ده وصل لك يا ثريا ولا لا؟ لا لا طبعا اكيد وصل لي، ونفسي بصراحه من ساعه ما انا جيت الاهلي نفسي ان انا يعني احقق معاهم العلامه الكامله بصراحه. يعني سنه ناخد فيها كل حاجه بالظبط. نفسي وخصوصا كمان البطولات جايه ورا بعض وبطولات كتيره في سنه، يعني فانا نفسي بصراحه ان احنا ناخد كل بطوله، كل بطوله ندخلها، ونفسي كمان في افريقيا بصراحه. ثريا انت في الماتشات بتقعدي مع مين؟ في الماتشات نفسها ولا قصدك في لا في المعسكرات الماتشات؟ يعني بقعد مع رنا علاء. رنا علاء اللي ثابته معاكي على طول؟ هي صاحبه دينا يعني، بس دينا عشان بتقعد مع نوره انا بقعد مع رنا علاء. بس هي يعني في الاوضه هاديه، انا كمان بحب قبل الماتش اكون نايمه. يعني انا بحب نام بدري. نام الظهر كمان وبنام لازم قبل الماتش، والعصر والمغرب والعشاء وفي الاجتماع وفي الماتش. انا كنت كده بقى والله، ما نمش الظهر قبل الماتش. انا كمان في ساعه كده لازم تنام. خلي بالك انت لو النوم سرح شويه كده قبل الماتش مثلا بساعتين ولا حاجه تروحي نايمه الماتش. دي حقيقه، انا كان عندي مشكله زي دي. ساعات يتاخر نوم الظهر بالنسبه لي شويه، فاللي بيحب ينام الظهر ده قبل الماتش عنده مشكله. لا انا لازم، انا هم ال 12 ساعه هنامهم هصحى. طبعا الفطار ده انا ما عنديش وجبه، احنا اصلا في بيتي ما بفطرش. هو ده انا مره ده ما فيش رياضي ما بيفطرش. لا لا هو بصحى اتغدى ما فيش. بس انت ما شاء الله يعني جسمك، يعني اللي بيعمل كده تلاقي النظام الغذائي مش مظبوط، تلاقيه مليان. ما شاء الله جسمك رياضي يعني. بس لا بصراحه انا ما بحبش يعني الغدا على طول. لا يا جماعه لما يجي الغدا صحوني. اثنين يعني بقى ثلاثه 12 زي ما انتوا عايزين. ما في عنديش مشكله، انا ما عنديش عشان الشغل كمان. يعني بصراحه وانا في الشغل لما تيجي الساعه ما شاء الله بتشتغلي كمان. بشتغل في بنك. فانا الساعه 11 لو الدنيا يعني طلبنا شاورما عادي هطلب معاهم، هفطر شاورما، هفطر فطير، اي حاجه. طب ما تقوليش كده عشان الحاجات دي بتتنظر صح. يعني خلي بالك ايه، لانه طبعا اللي بياكل ما بي يعني ما بيتخنش ده بتتنظر. خلي بالك ولا دينا. لا انا اكثر واحد اعرف الموضوع ده للاسف. في ناس لو بصت الاكل تدخن مش كده. والله بصت الاكل بس تدخن. فالحاجات دي بتتنظر يعني، شاورما الساعه 11 وحاجات كده لا غدا. فالموضوع ده اكيد بيكون صعب. طب خليني اتكلم عن يمكن المنتخب واشتراك لاعبات في المنتخب والقصه دي كلها. بتهيألي منتخب السيدات دلوقتي يا دينا بتهيألي ما عندوش اشتراكات، يعني ما فيش حاجه بتهيألي. لا ما فيش حاجه دلوقتي خالص. هو من فتره كده كانوا عملوا كذا معسكر، كانوا بيتجمعوا خميس جمعه سبت، وبعد كده خلاص دلوقتي توقف عشان الماتشات رجع تاني وكده. فانا على ما اعتقد ما فيش اي حاجه تانية جايه قريب يعني. مش اي اشتراكات. هي بطوله افريقيا بتهيألي اللي جايه ولا لسه التصفيات؟ تصفيات افريقيا الاول، وبعد كده لو طلعنا اول هنروح افريقيا على طول. طب امتى التصفيات دي؟ هو المفروض ان هي بتتلعب في شهر 2 او في شهر 1، بس خلاص واحد خلص اهو. المفروض ان هي تتلعب في شهر 2، بس طالما 2 جاي واحنا ما عرفناش حاجه عليها يبقى لسه مش دلوقتي عشان افريقيا في 9. دي زون 5 ولا زون 5 هتتلعب ممكن في مصر بتهيألي. اعتقد احنا استضفناها مره وكسبناها يعني. اعتقد هي ما بتبقاش بالصعوبه اللي هي بتبقى جامده خالص. مش بالصعوبه اللي هي الناس كينيا عامله ايه؟ ثلاث فرق. كينيا جامدين. كينيا جامدين. كينيا جامده بصراحه، بس عادي بنخطفهم يعني في الاول 20 بوينتس بيناموا. الدنيا بتنام. تالي رواندا برده بقت كويسه. ومين تاني؟ واوغندا كويسه. اوغندا كويسه. ان احنا لو جبنا بص، هي الميزه ان احنا ننظم البطوله في هنا. ايه الميزه؟ انه انت في فرقه ممكن تعتذر عشان كورونا، فاحنا ننظم فرقتين ناخد اول من اثنين. بالظبط كده حصل في 18 سنه ولا ماتش السوبر اول من فرقتين اللي عايزنا يجينا صح. لا فانا ايه ما بنروحش لحد احنا ننظم ونعمل بابل هم عايزين. لا كورونا وبتاع نروح نتحجز في اوغندا ولا نروح نتحجز في كينيا؟ لا صعبه قوي بصراحه. نتحجز هنا عادي. لا نتحجز ماشي. انما لا، وكمان البابل وكمان بطوله كاس العالم كره اليد لا كارثه، شجعت العالم كله انه يستأنف النشاط. بس تبقى عندنا عشان يعني عشان بس بصراحه شايفه ان فكره من غير جمهور دي، يعني حاسه النهارده لو الهاندبول كانوا بيلعبوا بجمهور كان هيبقى هيفرق فنيا حتى. لا خلينا اقول لك في موضوع الجمهور ده، بس لازم اطلع لفاصل عشان عندي كتير في موضوع الجمهور ده محتاج اقوله. طيب اعزائي المشاهدين هطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا طبعا مع نجمات كره السله في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنرحب بضيوفنا تاني، كابتن دينا عمرو كابتن فريق، وكابتن ثريا محمد طبعا نجمه الفريق. ثريا يمكن كنا بنتكلم على الجمهور قبل الفاصل. طبعا احنا عايزين الجمهور يرجع، ولكن في الظروف دي بيكون الامر صعب. يعني احنا عايزين صوت الجماهير والدنيا وبتاع، ولكن كورونا التباعد الاجتماعي احنا كده اصلا والدنيا يعني زي ما انت شايفه المرض عامل ازاي. ولكن ما بالك بقى بحضور جماهير وملتصقين مع بعض في صاله مغطاه مقفوله. بيتهيألي الافضل للعيبه والجمهور
ان ناجل موضوع الجمهور ده شويه. صح، وليه رايك؟ لا طبعا صح، هي ده كمان يعني احنا لعيبه بيننا وبين بعض بيبقى كورونا منتشره. صحيح. تخيل بقى ما في جمهور، بس انا قصدي ان الجمهور روح، جمهور حاجه تانية برضو. ان يبقى في جمهور يعني. صحيح. والله في ماتش الهاند بول لو كان موجود كان هيفرق فنيا، شايف؟ كان الماتش هيبقى خلصان من الاول، خلصان من الاول فعلا. فده اللي انا بتكلم فيه. بس فعلا لا، زي ما حضرتك قلت انه فعلا احنا لعيبه بينا وبين بعضنا بيحصل احتكاك كتير، بيحصل كل واحد بيتعامل مع مليون حد بره. صحيح. بيجي يشوف الفرقه. صحيح. يعني لا، الموضوع فعلا خطر. ما انا عايز اقول برضو لدينا، يمكن لما تكونوا على المطعم كده وحد يعطس ولا حاجه، يا نهار ابيض يا كوتش، كوفيد كورونا وتجروا وبتاع. صح، لا بنفضل بقى نقعد نرش عليك وحل ومش عارف ايه وعلى المكان اللي حواليه. امبارح قبل الماتش فيتامين سي وتابلتس ومش ايه، وخدوا الزنك وخدوا. طب واللي بيعطس ده بيقول لكم يا جماعه ما تقلقوش انا ما عنديش حاجه؟ انا عطست، قلت لهم يا جماعه ما تقلقوش عادي. حتى الكحول يعني بترش، يعني انا ما بحبش ايدي مثلا تبقى ساقعه في الماتش، الكحول بقى يجي يرش. ما بيسقع الايد؟ لا خلاص، يخليه يجي لي كورونا بس نكمل الماتش. اعوش ايدي. انتوا بترشوا لبعض كحول؟ طبعا. كابتن ايهاب بصراحه وكابتن ايهاب دكتور ياسمين بيبقوا على طول ماسكين الاسبراي على طول ماشيين ورانا بامانه يعني. فبقول لك يمكن موضوع الاجراءات الاحترازيه دي برضه، طب لو حد برضه في يعني انت اللي معاك في الاوضه حس باعراض، حس بحاجه لغايه دلوقتي الحمد لله. احنا فعلا اتعرضنا فيها الماتش اسماعيليه لما في بنت من ال 18، احنا كنا مصعدين بنتين. ففي واحده وكمان كان ايه وهاجر بالظبط. هاجر ليه اخذت احسن بلاي ميكر في افريقيا، فهي جالها. الاثنين كانوا بوزيتيف بس لما فوضى واحده بس عادوها تاني، معرفش ولا عملوا ايه يعني، عادوا التحليل تاني طلعت واحده منهم بوزيتيف وواحده نيجاتيف. بس هي ما بتبقاش دقيقه قوي يعني، ممكن برده ممكن بعد 3 ايام اللي كانت معاها يحصل لها حاجه. فطبعا الموضوع ده بالنسبه لكم بيبقى قلق جدا. لا هو طب انت بتتكي على ده ككابتن الفريق مثلا مع جوان لانت؟ بصراحه لا، البنات واخده بالها، اصل هم بيخافوا على نفسهم جدا، وقبل ما كمان بيخافوا على نفسهم بيخافوا على اهاليهم وعلى الناس. صحيح. اللي هم عايشين معاه، فهم مش محتاجين حاجه ان احنا نفضل، هم مش اطفال بصراحه، كل واحد عارفه مسؤوليتها كويس. خلي بالك البنات يمكن بيخافوا اكتر من الاولاد. هي دي الاولاد بيشربوا مطرح بعض في الكوبايات عادي وكل حاجه، مفيش اي مشكله. انا حاسس الاولاد مفيش كورونا يعني، انا بشوف على البنش خلصت. والله يعني مفيش يا مفيش ما بين الصحاب. لا ده مبدا كويس قوي، ده ما بيجيش غير ما بين الصحاب. انا عايز اقول لك ان هي مش بتيجي غير للصحاب، خدتي بالك ازاي؟ بس خلينا نقول ان هو ظروف صعبه واستثنائيه ولازم هتعدي على الكل. صح. يعني يمكن النادي الاهلي كان من انديه يعني اول انديه في مصر اللي خدت بالها من الموضوع ده، خد بالها من الموضوع ده، ويمكن برده بقت مسؤوليه اللعيب، يعني اللعيب نفسه هو المفروض يخاف على نفسه. طيب خلينا نرجع لفريق، يمكن الفرقه اللي هتنافسنا سبورتنج يعني بشكل عام كده، يمكن هي المنافس. انا معايا حق ولا انا؟ طيب. دي حقيقه. هنتكلم عن الفريق الاول، يمكن اكيد في نقط قوه ونقط ضعف. انت شايفه ان احنا يعني سبورتنج احنا يعني بالبلدي كده احنا افضل ولا هم ولا في الملعب؟ لا ماتش طبعا في الملعب، الفرقتين كويسين، فرقه كامله متكامله نادي سبورتنج، واحنا كمان بصراحه عندنا تدعيمات قويه، والناس الموجوده الفاضله من الفرقه كويسه جدا طبعا. فريق سبورتنج يمكن بيعتمد اكتر على الطوال، ودي ماتشات المرتبط اللي دي ماتشات المرتبط بس اغلبهم ما كانوش موجودين يعني. صحيح. يعني الطوال بتوعهم هم يعني نمبر 1، عندهم هاجر، عندهم محترفه، عندهم هاله، وعندهم رنيم بس سافرت امريكا، فدول ثلاثة منتخب مصر او اثنين منتخب مصر عشان مونيك محترف. فتلاتة تحت الحلقه تقال قوي. احنا برضو عندنا تحت الحلقه بجد جامدين، ما يقولوش اهميه خالص عن فريق سبورتنج. فوق عندنا طبعا ناس كويسه، كترات عندنا 6 جردات، 6 على اعلى مستوى، كل واحده تنزل مش فارقه مين تنزل، كله بصراحه 6 سكوررز، 3 بلاي ميكرات، 3 برضو كويسين، فاحنا عندنا 12 كاملين. فده يمكن ده انا بالظبط، يمكن بحس ان سبورتنج يمكن عنده 7-8 جامدين، بس عندنا 12 جامدين. فهمت قصدك، يمكن السكند لاين يمكن عندنا افضل، يمكن بالظبط. فهو ده اللي ممكن، بس هو ستيل ماتش في الملعب طبعاً. يعني ماتشات انا يعني ممكن مثلا ده المتوقع ان الفاينل يبقى اهلي سبورتنج، بس يعني كل ماتش هيروح وماتش هيجي ويخلص في اخر ثانيه، زي ماتش الولاد امبارح، مفيش ماتش هيبقى 20 و30 والكلام ده خالص. صحيح، هتبقى الماتش ماشي كلوز. طب خلينا ناخد برده مداخله مهمه جدا، ومداخله يعني من اللاعبات المؤثره سواء في الروح او المستوى، جنة مصطفى. ازيك يا جنة؟ الو. ايوه بقى، ايوه كده، لان احنا الحقيقه ما ينفعش نحتفل وانت مش معانا يا جنة. لا معاك دينا وسرايا دول كفايه. لا بس يعني روحك موجوده والهزار والضحك والف مليون مبروك يا جنة. الله يبارك في حضرتك، ومبروك يعني سرايا ولدينا وللفرقه كلها.
بجد يعني هم تعبنا قوي وبجد يعني لعبوا حلو قوي امبارح، كلنا لعبنا حلو والحمد لله يعني على ده، وان شاء الله نقدم احسن من كده كمان. طب جالنا يمكن الاداء امبارح كان كويس، يعني مش بس مكسب الحمد لله، لا المكسب بالاداء بيبقى ليه طعم تاني. يمكن شكلكم كان في الملعب ما شاء الله امبارح حلو حلو بجد، يعني شكلكم كان رائع امبارح. يعني هل ده كنتوا متوقعينه يا جنة، ولا كنتوا حاسين الماتش ممكن يمشي اكوال؟ لا والله احنا يعني بنتغير، احنا لسه فرقه جديده، فاحنا عقبال يعني باي ديزاين هتلاقي ان احنا الدنيا بقت احسن معانا، بناخد على بعض اكتر، بقى لنا حبه بنتمرن حلو جدا. يعني احنا بنحاول نستعد على قد ما نقدر السيزون ده نبقى بشكل تاني، زي ما سوريا كانت لسه بتقول احنا ال 12 لعيب، ويمكن مش 12 بس، احنا 15 لعيب في الفرقه كلنا كويسين، فكلنا مع بعض بنكمل بعض، وده فعلا الحقيقه، واعتقد ان ده هيبان في الماتشات يعني. صحيح كان باين امبارح، صحيح كان باين، وخلي بالك برضو ده مؤشر للي جاي يا جنة، يعني بتهيألي برضو انتوا يعني وانت طبعا يعني من اكتر اللاعبات روحا وعندك سبيريت عالي جدا، يمكن اللي جاي برضو لسه تقيل، خلي بالك يعني اللي فات يعني زي ما بيقولوا حماده، واللي جاي حماده تاني خالص. دي حقيقه بس يعني احنا معانا سوريا ودينا، دول كفايه يعني خلاص. يا جنة يا عيني، ايوه كده يا جنة طبعا، على التثبيت يا كليوباترا يا جيجي، هم خلاص اتثبتوا كده في الاستوديو خلاص. انت كده بقى قولي اللي انت عايزاه، بقى انتقدي زي ما انت عايزه بعد كده يا جنة بقى خلاص. طب قولي لي يعني يمكن في كواليس كده برضو يا جنة، وانت برضو الامر ما يخلاش عندك، اكيد عندك كواليس كتيره، قولي لي كواليس كده مضحكه حصلت قبل الماتش. مضحكة قبل الماتش؟ جنة كان عندها امتحان اصلا. جنة كان عندها امتحان اسباني. ده مضحك، ده كوميديا سوداء دي. ما حضرتش معانا اجتماع وما كانتش معانا، يعني دي كل حاجة. يعني انت اصلا يا جنة ما حضرتيش الاجتماع اصلا؟ للاسف. كان عندك امتحان؟ طب ما دي امتحان اسباني بقى، وتبعت فويس نوتس لاصحابها بالاسباني، وعمالين بقى هي اصلا مش فاهمة، وعمالة ترزع بقى بالاسباني. طب جنة قولي لي كده الف مبروك بالاسباني. طيب لا طبعا اكيد ما تعرفش، هترد عليك طبعا. ايه ده؟ قولي لي حاجه اسباني دلوقتي واحنا على الهوا. بوينوس دياس. طب يعني ايه؟ طبعا عشان الناس تعرف. يعني صباح الخير. لا احنا يعني يا جنة احنا بالليل يا جنة، قولي لي مساء الخير. طب بالليل. طب بوينوس تاردس. طب شفتي طب والله العظيم يعني طب ما دي الكوميديا كلها يا جنة اللي انت بتقوليها دي، ما شاء الله. يعني انت كنت عندك امتحان وجيتي على المباراه ولعبتي كويس، طب ما دي كوميديا كلها، دي كل ده كوميديا. لا والله والله بجد يعني احنا كنا مركزين قوي، يعني يمكن الحاجات كانت قليله ان احنا بنهزر وكده، لان احنا بجد السيزون ده عايزين نعمل حاجه مختلفه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله. جنة يعني مصطفى طبعا انا عايز اقول لك ان انت ليكي حتى دويتو مع جمهور الاهلي، دي اهم حاجه. صحيح. طيب عشان الجمهور روح الجميله جدا جنة مصطفى طبعا لاعبه الفريق، بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى ليك كل التوفيق. الحقيقه جنة من اللاعبات الحس عامله جو كده، دي حقيقة. صحيح عامله دوشه والله. بس انما جو لا. لا 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 يعني بتحس حلو حلو على المرحله. والله لا فعلا وهي موجوده، اللي هو تحس ان هي عايزه الناس كلها تفوق، عايزه الناس كلها تركز، عايزه كل الناس تبقى بتتكلم، عايزه كل الناس تبقى. بس انا اقول حاجه، يعني جنة دي متهيألي ما اعرفش ازعل منها يعني. انا جميله، انا اتحطيت والله بصراحه، عشان طبعا يعني كوني ان انا برضو الساعات بدي اوردر بعمل حاجه الكلام ده كله، يعني حتى لو حصل حاجه انا اللي بروح اقول لها طب خلاص حقك عليا يعني، ما تزعليش. مفيش زعل منها صح؟ لا لا والله خالص. يعني هي هتديها وش؟ بصراحه صعب. لا بس والله ملتزمه جدا، ما بتتاخرش في مواعيدها خالص، كل حاجه بتعملها صح بامانه يعني. مجتهده شويه. بس انا بقول لك يعني عارفه انت في لعيبه كده تلعب معاك ما تعرفش تزعل منه. يعني مهما عمل غلط، قال كلمه، شوح بتاع، بتحس ان هو في الاول والاخر هتقول له كلمه يعني هيفك على طول. يعني هيفك على طول وبتاع. مين عندكم تاني زي جنة؟ مين يعني؟ نوره يعني. نور علي ترى. والله كده نفس الكلام. هم الطوال كده بيبقوا والقصيرين بيبقوا شريرين. صح. صح. لا والله خالص. لا والله احنا عادي، احنا متوسطين. لا بس جنة قالت لكم انتوا تمام والدنيا تمام، فلما جنة تقول كده يعني تمام. طب خلينا نتكلم برضو في الصفقات اللي حصلت السنه دي يا دينا. يمكن اخذت رايك لما كنت معايا هنا في الاستوديو، قلت لك الصفقات ايه، خليني اعرف راي سوريا. يمكن مع الصفقات وسمعتي لاعبات جايين وبتاع، هل كان ليكي دور، ولا كنت بتكلمي مع الجهاز الفني، ولا هو الجهاز الفني قال انا هجيب دول وخلاص؟ لا والله يمكن احنا كنا عارفين ان اللعيبه دي فعلا جايه خلاص، كانت نادين سرعاوي حتى كانت خلصت الاربع سنين بتوعها، كان يعني كانت بنسبه كبيره قوي ب 90% انها تبقى في الاهلي، فكانت حاجه تمام. ده فكان ده محسوب. بالظبط. فريده وائل ونهى شتا وسلوى
كانت برضو حاجه يعني فريق احنا من نص الموسم اللي فات واحنا اصلا مخلصين معاهم. اه يعني انت اوريدي عندنا خلفيه بالظبط. تمام. فاحنا هم مخلصين واحده ورا واحده بسرعه يعني. رنا نبيل برضو نفس الحاجه، مايا حلوه، هما الاثنين جم مع بعض ورا بعض على طول. فيمكن كانت رنا نبيل ومايا حلوه في الاخر خالص. بس برضو كنا اللي هو الكلام طبعا بيتنطور، فاحنا كنا سامعين، بس احنا طبعا عارفين ان كل واحده فيهم في فرق يعني لما كانت في فرقتها نجمة. كل واحده نجمه في فرقتها طبعًا. وده بيضيف لنا يعني كل واحده مش يعني. وطبعا جايه حاجه زي النادي الاهلي، اكيد انت بتلعبي لعبي في الصيد غير لعبي في الاهلي. ما كنتوش قلقانين ان بيجي نجوم وانتم نجوم فيبقى في خالص يعني؟ لا، وخصوصا ان احنا معانا محترفه برضو على اعلى مستوى يعني. ما شاء الله ربنا يعني يكمل لها وتفضل مكمله كده. اه بالظبط، وتفضل انها كويسه. فلا بصراحه يمكن احنا كنا قلقانين من الاول ان ممكن لا ممكن ما نعرفش ان احنا نندمج مع بعض، بس احنا في العادي ان احنا اصلا كلنا اصحاب من المنتخب يعني. صحيح. كل واحده فينا لعبت مع التانية. انا لعبت مثلا مع فريده وائل من 10 سنين. قالت نفس الكلام ده، دينا قالته لما كانت معايا بالظبط، قالت نفس يعني الكلام. وقالت بالعكس احنا كنا مرحبين لا جدا. دي حقيقه. وانا انا لعبه مع فريده ونهى من 10 سنين مع بعض. واحنا بنلعب في 2011 منتخب تحت 16 سنه. نفس كلام مايا حلوه يعني. انا كنت في المنتخب كان عندي 17 سنه، وكنت بقعد انا مع مايا حلوه في الاوضه. فطبعا نجمه بالنسبه لك بالظبط الاعلى طبعا. فدي حاجه كويسه. فاحنا اصحاب من زمان قوي. فالموضوع كان ايزي وكان فلكسبل قوي، وقدرنا كلنا ان احنا نكون مع بعض على طول يعني. انا هحاول ان شاء الله تبقى مي معانا برضو الفتره الجايه. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا الحقيقه الشيق مع النجمات وبطلات والجميلات كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا وكلامنا واحتفالنا بجميلات كرة السلة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين فوزنا ببطولة السوبر، تالت بطولة تخش النادي الأهلي هذا الموسم للسيدات بعد الصفقات، وبعد طبعا الأداء الرائع اللي بقالنا فترة بنأديه. يمكن دينا كابتن الفريق، وبكرر الحتة دي كتير لأن أنت عليك عبء كبير جدا. بس خليني أتكلم يمكن في تفاصيل شوية يعني. يمكن كل اللاعبات ما شاء الله يعني في التعليم وفي العمل وفي الشغل ليهم شخصيتهم يعني. الناس متخيلة أن لاعب كرة السلة أو لاعب كرة السلة مثلا هي لعيبه وبس، ولكن ما يعرفوش ان انتوا في التعليم واصلين درجات عاليه جدا، وايضا في الشغل. كلميني عن الموضوع ده. هو اولا دراسيا يعني احنا عندنا كذا حد ما شاء الله متفوق جدا يعني. اللي موجود منهم دلوقتي هو تبقى جاكي، رنا علاء، وجنة طبعا، هما دول اخر، ورضوى وكده. بس هما دول يعني عشان مثلا هندسه فهما كانوا عاليين. كان في قبلهم رنا عبد الظاهر وكده، كانت طب وكده. فالناس دي بصراحه كان يعني الموضوع عندهم كان بيبقى تقيل جدا. صحيح. فبس هما خلاص قربوا يخلصوا يعني، هيبقوا متفرغين للقصه دي. نيجي بقى للشغل. وحتى اللي ما دخلش طب وهندسه بيدرس دراسه يعني جامعات عاليه جدا. لا يعني دي حقيقه طبعا. بس هو الفكره ان فعلا دول حرام بيبقوا محتاجين شغل ومذاكره فعلا كتيره جدا. فدول اكتر ناس بصراحه هما بيبقوا تعبانين ما بين الاثنين عشان يوفقوا ما بينهم. بس ما شاء الله كانوا بيقدروا يعني. هما دي حياتهم. صحيح. يعني هما متعودين عليها من وهم صغيرين. بس نيجي بقى بعد كده مثلا ناس بتشتغل زي انا وسوريا يعني. مين تاني معاكم؟ لا ما دلوقتي مفيش. بس يعني في فريده ونهى الى حد ما حاجاتهم لسه ورك فروم هوم. بالظبط اونلاين كلها لسه يعني. انا وهي بس اللي بننزل. احنا ملتزمين بمواعيد عمل وحضوره وغيابه، كل الكلام ده محسوب علينا. ما ينفعش نيجي نقوم مشتغلين. بس ده مجهد برضو كمان زي جدا يعني. بصراحه لا جدا يعني. حتى كمان في وقت المعسكرات والكلام ده كله مش بنقدر ان احنا نمشي في اي وقت. لو التمرين بدري مش بنقدر ان احنا نعرف نروح. لو حد عرف يمشي ماشي، ما عرفش طبعا يبقى عندك مشكله من هنا ومشكله من هنا. وانا فعلا كنت محطوطه فيها بصراحه الفتره اللي فاتت، حتى كنت بكلم سرايا في الموضوع. بس ماما بتساعدك جامد يا دينا، خلي بالك. والله يا كوتش يعني خلي بالك، هي رياضيه طبعا ورياضيه يعني سابقه، فطبعا عارفه المعاناه اللي انت بتعانيها. فموفره لك كل حاجه. واخوكي كمان بصراحه دعواتها يعني ربنا يخليها ليا. هي اللي يعني موقفاني على رجلي بامانه. ربنا يخليها ليا. حتى مثلا ابقى راجعه بالليل مش قادره اعمل اي حاجه، طب اعمل لك حاجه تاكليها، حاجه تشربيها. وخلي بالك يعني انت بتقولي دعوات كمان يعني دعمها المعنوي ليكي كمان يعني. هو ده اهم حاجه. اتصالاتها بيا طول اليوم، عامله ايه، بتعملي ايه، اكلتي، رحت التمرين، وصلتي، جيتي، عملتي ايه النهارده، وصلتي، زعلانه، متضايقه. بصراحه من غير الحاجات دي انا ولا حاجه يعني بامانه يعني. ما ربنا يخليها لك يا رب ان شاء الله. وانت اكيد امهاتنا يعني جميعا يا رب. ويرحم اللي توفوا.
عشان برضو اكيد هم مفتقدين حاجه أكيد كبيره أكيد جدا. اكيد طب ثريا يمكن اجيلك برضو اكيد دعم الاسره ليه وضع تاني، واكيد انت ما كنتيش هتبقي كده. انا عارف ان اخوكي برضو بيلعب باسكت بول ما شاء الله ولاعب جيد، فطبعا اسره اكيد يعني في دعم. كلمينا عن الدعم، خاصه انت بتشتغلي كمان وبتلعبي، فاكيد في دعم من الاسره، كلمينا عنه. والله انا اهلي يعني مش بس 100% من اللي انا فيه دلوقتي ايا كان هو ايه، لا اهلي 1000000% من اللي انا فيه دلوقتي. قدروا بصراحه ان هم من زمان قوي قوي هم معايا. مامتي يعني كانت بتوصلني كل التمارين، بتستناني بعد المدرسه، تبقى جايبه لي اكل، مستنياني دلوقتي في الشغل، حتى لحد دلوقتي ممكن تيجي في الشغل مثلا تروح سايبه لي اكل. ممكن تبقى عشان انا يمكن شخص مثلا اللي هو مش بتدلع، بس اللي هو انا مثلا لو مامتي ما جابتليش الاكل مش هجيب. بتنسي نفسك؟ بالظبط، مش بتدلع، بنسى نفسي بالظبط. يعني انا ببقى تعبانه جدا بعد التمرين، بس لا بصراحه انا مامتي خصوصا معايا انا واخويا، احنا الاثنين هي مركزه معانا قوي، وبابايا كمان نفس الحاجه، بيتفرجوا على ماتشاتي. ما قدروش ان هم يجوا بيفتحوا يتفرجوا عليها اونلاين. انا مثلا بابايا ما بيقدرش ان هو يشوف الاهلي خسران، ما يقدرش ان هو أهلاوي جدا يعني. فمش بس في باسكت، لما الاهلي يكلمك عشان تيجي انا روحي ما في وقت كان في فلوس ولا حاجه، روحي روحي ما فيش حاجه. وهو اصلا بابايا حتى لما يجي يتكلم معايا في الباسكت بيتكلم بلغه الكوره، انتوا الباكات عندكم الباكات لا انا اصلا ما اعرفش شايفين في الملعب الباكات. تمام يا فندم، تمام الباكات عندكم لازم ترجعوا بسرعه، وانتوا لازم تجيبوا جوان في الاول كتيره، وانتوا لازم عشان تفرقوا. ف حتى لو الكلام عفوي بس جميل فعلا ببقى مستنياه ان هو حتى لو قال لي الكلمه دي فعلا. انا حتى بروح اقول للفرقه يا جماعه انا بابايا قال لكم ان فعلا باكات ممكن يبقى احنا عندنا الترانزيشن ديفنس بتاعنا بطيء، مش شايفه بالظبط كده الباكات، او قصده الريباوند مثلا بالظبط، ان احنا بيتلم علينا فبيجروا بسرعه، يمكن ده القصد. لكن انما الفكره بتوصل بالظبط. نفس الكلام اخويا، اهلي مركزين معاه جدا، هو لسه صغير وعايزين ان هم يبقوا بيدعموه على طول. والله انا حتى نفسي لما باجي العب ماتش وحش بلوم نفسي زياده، انا النهارده كنت وحشه، انا بقالي فتره وحشه، انا برده بحب اواجه نفسي ان انا في الماتش ده كنت وحشه عشان انا الوحشه، ماليش دعوه بقى اصل دينا ما بصتليش اصل مش خالص. انا اللي كنت، انا لو جاتلي 500 جاتلي 30 تراي انا ليه ما جبتش 15؟ فانا اللي بلوم نفسي اول حاجه، وكده بص بقى على الفاكتورز الثانيه بس. فبصراحه اهلي بقى ساعتها لا انت لسه عندك احسن، وايه المشكله ماتش ولما بلعب كويس لا عادي، ما تفتكريش ان دي اخر الدنيا، انت لسه عندك كتير قوي قوي لسه تقدميه. فهو ده الدعم دايما اللي انا بستناه من مامتي وبابايا واخواتي، يعني ربنا يخليهم. طب انت ليكي مثلا طموح ثريا ان انت مثلا قدام شويه ممكن يعني لو جالك فرصه بره تطلعي، لو جالك يعني فرصه تلعبي مع فرقه مثلا وات ايفر، اي عرض يجي لك يعني، مش جوه مصر بره مصر طبعا، جوه مصر مش ان شاء الله مش هتلعب غير النادي الاهلي، فيعني مش ما نتكلمش في الموضوع ده كتير بس ممكن توافقي ولا انت مش حاطه ده في احتياطك؟ والله انا جات لي فعلا السنه اللي فاتت كان في بطوله عربيه كانت هتتلعب في المغرب او هي اتلعبت اوريدي، وانا جات لي ان انا اروح مع المغرب. كان مين سله ولا كان مين؟ لا كان مش فاكره والله اسم الفريق ايه، كان مش فاكره اسمه الفريق، فريق الرجال والسيدات غير وفي فريق برضه في تونس كان جالي فرقتين، فبس الموضوع ما مشيش لان احنا كان عندنا ماتش الكاس بتاع الجزيره اللي احنا للاسف خسرناه. فللاسف يعني مش طب خليهم ما يكلمكيش تاني بقى يعني انا قعدت يعني اللي كلمك قبل الخساره ده يعني مين بلوك بقى، ما حدش يتكلم تاني. بس ما كانش ينفع خالص ان انا اسيب الفرقه، والجزيره ما رضيوش ان احنا ناجل. طب يا جماعه انا هرجع، وانا كنت وعينيا هرجع وهنلعب بعدها بماتشين. لا وحتى مجلس الاداره في النادي كله كان موافق، كابتن رؤوف عبد القادر كان موافق، كابتن علي كان موافق، مفيش حد صراحه كان معترض الا نادي الجزيره. نادي الجزيره بس هو الاعتراض بس المعترضين بس ده وارد عادي يعني اكيد. طب انت كنت الموقف ده حضرتيه دينا بتاع سوريا ده السنه طبعا حضرت شفنا ايام بسبب الموضوع ده مش طبيعي بقى اكيد طبعا هي كانت نفسها تطلع اكيد. وبعدين كنت خلاص اسافر مع سبورتنج الاثنين خلاص، فقلت ساعتها سبورتنج كلموني بالزبط. وخلاص كنت رايحه معاهم، كان احنا حتى احنا بنلعبهم يوم ثلاث وانا كنت مسافره معاهم يوم الجمعه خلاص مسافره معاهم، قالوا لا احنا مش عايزين ناجل الماتش في الجزيره خلاص بقى. كانوا هم عملوا كل حاجه، وكان كنت ممكن اروح لهم وزاره حطيتي فيه وكل حاجه كل والتيكت والتاشيره وكل حاجه، انا خلاص طالعه بس ما ظبطتش خالص. نصيب مش مشكله هتجي لك تاني اكيد خير. وانا بصراحه بؤمن بان هي نصيب لان صحيح. في الثلاثه على ثلاثه لما انا رفضت يعني لما انا ما سافرتش بتاعت المغرب دي كان بيعارضني في نفس الوقت 3 على 3 منتخب،
اللي انا اخدت فيها توب سكورر واخدت ام في بي. سبحان الله نصيب. ربنا يوجيك حاجه وربنا يوديني حاجه احلى بكتير. طب وليه ادينا المشاكل اللي بتبقى يعني مش مشاكل حاجات اداريه كده في الفرقه؟ كابتن علي هاشم بيجيبك يتكلم معاكي يقول لك ايه رايك يا دينا، ولا انت بتروحي تكلميه، ولا بتمشي ازاي هو؟ لا لو حاجه فنيا مش قوي يعني، لان هو دي وجهه نظره في الاول وفي الاخر. انا ما عليا ان انا لو شايفه حاجه وحشه انا بروح اوصلها له، او لو في حاجه من وجهه نظري مثلا ممكن تفيد اكتر، او هو مثلا شايفها مش بطريقه صح، حتى لو مش بوصلها له هو بقدر اوصلها لكابتن احمد او كابتن كريم وهم يقدروا يوصلها له، هم يروح يوصلوا له المعلومه يعني. انما هو في الاول وفي الاخر هي دي وجهه نظره، هو في الاخر اللي شايفه صح هو اللي بيعمله يعني، محدش بيتدخل في قراراته خالص. طب وهي بتهيألي يعني جوه النادي الاهلي الامور الاداريه بتبقى متظبطه وكل حاجه، ولكن ساعات بيحصل امور زي مثلا لاعب وضع طبيعي مثلا ممكن يكون المدير الفني ما ادالوش وقت زياده. انت نفسك ممكن تمر ده، بس انت يعني انت ككابتن فرقه يعني هتؤثري غيرك، يعني هتتكلمي عن غيرك قبل ما تتكلمي عن نفسك اكيد. بيحصل الكلام ده مع الجهاز الفني؟ بتروح تتكلموا معاه، ولا بتاخدي اللاعب ده وتقعدي مع المدير او اللعيبه يعني دي؟ هو حصل بصراحه اكتر من مره من السنه اللي فاتت، لو هتكلم يعني على كابتن علي حصل من السنه اللي فاتت اكتر من مره، وخصوصا كمان كان وقت السوبر الفاينل لما كنا احنا واحد وسبورتنج واحد ونايس ماتش واحد، فما كانش في وقت يا جماعه خلاص. ساعتها سرايا كانت حاضره، كنت بعمل لهم اجتماعات في الاوضه يا جماعه ايا كان اللي بيلعب بالله عليكم تكسبوا عشان عشان خاطري عشان انا يعني ما باليد حيله يعني. صحيح. هنعمل ايه طيب؟ صحيح. هو خلاص ان يعني انتوا حتى لو في حاجه مش عجبانا ندوس عليها ونكمل. بالظبط. وفعلا والله هو ده اللي بيحصل. حصل حتى ماتش هليوبلس اللي فات ده بامانه يعني في وقت الجد. انا دايما وجهه نظري بشوف الناس بتنزل تعمل اللي عليها. صحيح. وما بتنساش، بتنسى اي حاجه بقى ونبقى نفكر فيها بعدين. بس الزعل بيبقى جوه الواحد برضه يعني، في اول في الاخر الواحد بيبقى جواه هو زعلان إن بس غصب عنه. ما هو بالزبط. هو احنا بني ادمين، في حاجه غلط. صحيح. كل لعيب اكيد عايز يلعب، كل لعيب عايز يبقى ليه دور في الفاينل، كل لعيب انا جبت 10 بونت في الفاينل ده حاجه كويسه، ده حاجه بتضيف له. صحيح. بس هي بتدينا قالت حته كويسه ان احنا لما بنيجي وقت الجد بننسى فعلا، بندوس وبنكمل. الحقيقه الكلام معاكم يعني كلام جميل جدا يا دينا والله، وعايز اقول لكم ان انتوا يعني انا حسيت عرفت ليه بنكسب يعني الحقيقه، يعني انتوا ما شاء الله روح واحده وفريق واحد ونجوم كبار ونجمات كبار، ولكن هو الوقت مر. دينا طبعا عمرو كابتن الفريق بشكرك شكرا جزيلا. سلام حضرتك. شكرا. ومزيد من البطولات ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يا رب باذن الله ان شاء الله. محمد نجمه الفريق ونجمه منتخب مصر، والحقيقه من اللاعبات اللي يعني ينتظرها مستقبل كمان جاي جدا. ميرسي. بشكرك ونورتيني وشرفتيني. ميرسي. شكرا جدا جدا. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجمات كره السله، بنقول لهم مبروك، بنقول للرجال هارد لك، وبنقول لمنتخب اليد ايضا هارد لك، انتوا في نظرنا ابطال. والحقيقه مصر طلعت كسبانه من كاس العالم لكره اليد الكثير والكثير. احنا طبعا عشان نسرده دلوقتي عايزين حلقات كثيره، انتظرونا ان شاء الله الحلقه القادمه من الابطال، وانتظروا قصة جديدة وبطل جديد في الأبطال.